في المستهل دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ضرورة إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين الدول. رئيس تبون وخلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بريكس بلس أكد أن التجارب السابقة أثبتت انعدام التوازن على الساحة الدولية واستمرار تهميش الدول النامية ضمن مؤسسات الحوكمة العالمية ما يشكل مصدرا لعدم الاستقرار وغياب التكافؤ والتنمية على حد تعبير الرئيس الجزائري. لن يتم إلا عبر الاعتماد على روح ومبادئ وأهداف القرارات الهامة التي تبنتها المجموعة الدولية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم 3201 والمتضمن الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة وكاد على المصالح المشتركة والمتكاملة والتعاون بين جميع الدول. إن الجزائر التي تحتفل هذا العام بالذكرى 60 لاسترجاع استقلالها الوطني وسيادتها تؤكد استمرارية نضالها لإعلاء هذه المبادئ الهامة وتحقيق أهدافها السامية نحو بناء نظام دولي جديد يتضمن أمننا الجماعي انطلاقا من استقرار وازدهار كل منا.